السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24. تقبل الله صيامكم وقيامكم في حلقة الليلة، ثلاثة مداخلات، منها مداخلتان رئيسيتان لزميلنا الصحفي زياد الهاني في انتظار اتصاله، حول التهم الأربع الخطيرة التي وجهت له في إثر ختم سيد حاكم التحقيق بالمكتب 12 بقطب القضاء للإرهاب، في الملف المعروف فيه المحال فيه الدكتور البروفيسور منذر المنيسي. إذن أربع قضايا، أربعة تهم خطيرة إرهابية وجهت لزميلنا الصحفي زياد الهاني في بعد ختم البحث. كذلك شرفنا وهو معنا في المباشر عبر سكايب من مدينة كاف الأستاذ عمر رواني المحامي والناشط الحقوقي، وهو المحامي الذي ينوب السجين بمقتضى المحكمة العسكرية بالكاف نصر الدين حليمي، الذي حكم عليه 7 سنوات سجنا في الأيام الأخيرة. وسنسعى كذلك أن يدخل معنا عبر الهاتف كذلك حاتم حليمي شقيق نصر الدين حليمي، اللي هو أصيل عند رهم ولاية جندوبة. السيد أستاذ عمر رواني، مساء النور، أهلا وسهلا بك، صحة شريبتك. مساء النور، أهلا وسهلا بك وصحة شريبتك، وتحية لمشاهديك الأعزاء. يا أهلا وسهلا، سعدة جدا أن يكون معنا صوت من داخل الجمهورية، وفرصة حتى نسلط الضوء على عديد الشباب اللي إما سجنوا أو حيلوا بمقتضى المرسوم 54 والمحاكم العسكرية، وهذا ما نسعى إليه في حصاد 24. وكذلك ساعوني تصل بنا كذلك سيد زياد الهاني في انتظار ترتيب الاتصال. خلينا نبدأ معك أستاذ عمر الرواني، أعطينا بسطة عن السجين الآن باعتبار أنه صدر فيه حكم عسكري 7 سنوات نصر الدين حليمي بالمحكمة العسكرية في الكاف. نصر الدين الحليمي كهل عمره 40 عام، قاتم بحي الازدهار في عين دراهم ولاية جندوبة، بطال، مستوى تعليمي سنة 9 أساسي، احتفظ به في 15 نوفمبر 2022 وأصدر بشأنه قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف بطاقة إيداع بالسجن يوم 17 نوفمبر 2022. 17 نوفمبر 2022، عنده عام ونصف سجين يعني موقوف تقريبا عام ونصف، أحيل على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف التي قضت بسجنه مدة 7 أعوام من أجل تهمتين. الأولى هي معناها تهمة الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، متمثلة بما في استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ونسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به ماديا ومعنويا والاعتداء على حقوقه والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام والدفاع الوطن وبث الرعب بين السكان، كل هذه التهم. وكذلك تهمة الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية المتمثلة في القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم. نعم. قضت بثبوت إدانته من أجل هاتين الجريمتين وسجنه من أجل الأولى 6 سنوات ومن أجل الثانية عام واحد. طيب خلينا في المستوى الأول أستاذ رواني أن نحيط خبرا وننبه، فعلا كما ذكر الأستاذ الرواني سي نصر الدين حليمي 40 سنة، بطل، مستوى 9 أساسي، إن الأمر هذا 54، الأمر هذا المرسوم 54 لا يطال للنشطاء، بل إن
ضحاياه كثر، ويا سجن كان فيك مظالم. لو احنا من حسن الحظ سي ناصر الدين الحليمي او تمكننا عائلته ان شاء الله باش تواصل معنا بعد قليل خوه، ومعنا الاستاذ الرواني من الكاف اللي شكون عالم به يا ما شباب على مجرد تدوينات، وسناتي بعد قليل على بعض تدويناته، فقط ربما هو عاد نشر تدوينات اصلا حتى ينبه الى خطوره المنحى الماشين في هذا. شاب جرد تدوينات، وربما حتى دعا الى انه نذكر بعد قليل انه يقول كونه راهو في دعوات ودعوة للبلاد باش الناس توقف للبلاد هذه ضد صندوق النقد الدولي وغيره، يجد نفسه ضحية المرسوم 54 علما من اول الناس. اذا كان المرسوم 54 في سبتمبر 22 هو تشد في نوفمبر تقريبا بعد شهرين، هذاك علاش عنده عام ونص تقريبا موقوف، واخيرا صدر في شأنه حكم عسكري. لست أدري إن كان زياد الهاني زميلنا موجود عسكري أم لا، في انتظار التحاق سي زياد. طيب نكمل معاك أستاذ رواني، إذن عام ونص وقوف الآن حكم بسبع سنوات سجن. حبيت نتحدث على خلفية نعم. هذا الاتهام هو الحقيقة معناها أصدر على صفحته الخاصة ثلاث تدوينات اعتبرتها النيابة العسكرية الدائمة بالكاف معناها تهما تستوجب تطبيق الفصل 54 والفصل 91. تحدى ودعا فيها إلى التظاهر السلمي الحقيقة، لم يدعو إلى العنف، ربما استعمل بعض العبارات طبقا لمستواه الثقافي المحدود. هو أعاد صياغة بعض المنشورات السابقة في الحقيقة، هو اعتمد تقنية كوبي كولي، وأغلب التدوينات ماهيش متاعه، ما ينجمش هو يدون وينتج معناها مضمون مثل تلك المضامين اللي معناها هو صرح أثناء استنطاقه وحتى أثناء الجلسة أنه معناها قام بمجرد استنساخ تلك التدوينات، ولكن يقول أنه يؤمن بمضمون تلك التدوينات. نعم، فقط نلفت نظر زميلنا زياد الهاني أنه لم تمكن من اتصال به على سكايب، وممكن يعيد فتح رقم الهاتف 98 حتى نتصل به على الرقم 98 في الحال. إذن نرجو من زياد زميلنا أنه يفتح الخط الهاتفي لأنه تعذر علينا الاتصال على حسابه بسكايب. إذن ملاحظة مهمة أنك قلتها الآن أستاذ رواني مرة أخرى، كونه هو أعاد نشر، وزاد من المهم التدقيق عندما تقول على صفحته الخاصة هو حساب، لأنه عندما ناس مع صفحة قد يذهب إلى خلق بعض المشاهدين أنه بسبب إدارة صفحات ربما كبيرة، ولكن هو فقط هو حساب ربما ذنبه هو حساب نعم خاطئ، والمتابعين متاعه أقلية قليلة جدا، معناها ما هوش ناشط سياسي معروف، تدويناته ما هيش معناها منتشرة وذائعة الصيت، ما عندوش آلاف المتابعين، ما عندوش تأثير معناها كبير، معناها هو مواطن بسيط مجرد معناها إعادة نسخ لتدوينات معناها. ربما عنده ذنب كبير أستاذ روان، ربما خطيئته الكبرى ربما أنه وثقة عندما استمع إلى أن ذلك العصفور الذي غادر القفص لن يعود إليه أبدا، وربما حكى توهم أن عشريت الحرية متمددة لا تتوقف، خاصة وأنه هو سبق أن حكم بنفس الجريمة تقريبا، سبق وحكم أمام المحاكم المدنية في المحكمة الابتدائية بجندوبة، وحكم في شأنه بثلاث أشهر سجن فقط قبل أن يدخل مرسوم عدد 54 حيز التطبيق، فحكم بتهمة الأمر الموحش، ما يعرف بالأمر الموحش، نعم، ضد رئيس الجمهورية، واخذ ثلاث أشهر فقط سجن، فكان يعتقد أن الأمر كذلك، خاصة وأنه التدوينات متاعه كانت تقريبا في فترة متزامنة مع صدور المرسوم. أحد التدوينات
كانت قبل دخول المرسوم حيز التطبيق في 14 سبتمبر. المرسوم اصدر في 13 سبتمبر، ولكن وفق قانون 93 لم يدخل بالتطبيق الفعلي إلا بعد إيداعي نسخة من الرائد الرسمي الصادر به بمقر ولاية تونس، وخمسة أيام بعد إيداع نسخة الرائد الرسمي بمقر ولاية تونس. معناها المرسوم دخل حيز التطبيق تقريبا في 21 سبتمبر، والتدوينة أحد تدوينات نصر الدين كانت يوم 14 سبتمبر، أحد التدوينات اللي حكم من أجلها بهذا الملف كانت قبل صدور المرسوم. ونعرفوا اللي القانون يمنع محاكمة شخص على فعل أتاه قبل صدور القانون، كل شخص، وهذا مبدأ دستوري، نعم، كل شخص لا يحاكم إلا بمقتضى قانون سابق الوضع. نحن إن نسلط الضوء، كانت الفترة ذيك الانتقالية بين فوضى الحرية وبين فوضى بداية، ومعناها بداية نشأة الاستبداد. لكن مهم أنت تقول فوضى الحرية، ولكن في هذا المطاف حتى نلخص، نصر الدين لم يستعمل سلاحا، لم يشارك عملا إرهابيا، لم يدعو إلى عمل إرهابي، كل ذنبه أنه دون، أنه كتب كتابة على صفحته الخاصة. نحن لسنا بصدد ربما أن نخوف الناس، ولكن هنا في حصاد 24 حتى نلفت نظر التوانسة والرأي العام والصحفيين إلى خطورة المنحة وخطورة هذه الآفة. المرسوم 54 كم أتت على شباب، كما قال لكم 40 سنة عاطل عن العمل، أصيل عند راهم الحبيبة، أعزب مش متزوج، ما عندوش عمل، كتب تدوينة فوجد نفسه في مناسبة الأولى ثلاثة شهور. وعندما فعل المرسوم 54 سبع سنوات سجنا من المحكمة العسكرية. إذن الأمر جلل أستاذ رواني. أقول حتى لو أخطأ، حتى لو اعتبرنا أن في الأمر إساءة، فإن العقوبة في الحقيقة العقاب الوارد في المرسوم عدد 54 لا يتلائم مع الفعل ولا يتلائم مع الجرم، وتلائم العقاب مع الجرم هو مبدأ دستوري ثابت في داخل المنظومة الجديدة، حتى في دستور 2022. في دستور 2022 ينص على أنه لا بد في مجال إصدار القوانين مراعاة مبدأ الملائمة، ملائمة الجرم مع العقوبة لذلك. فلا يعقل أنه من أجل تدوينة حتى لو كان فيها إساءة إلى موظف عمومي، لا يعقل أن يحاكم بعشرات السنين، لأنه لو المحاكم لا تطبق مبدأ ضم العقاب أو قبل ذلك مبدأ التوارد، لو كان ما تطبقش مبدأ التوارد فيمكن أن تحاكمه من أجل كل فعلة من الأفعال التي كنا نسردها بمنفردة. معناها تنجم تعطيه على كل جريمة 10 سنوات، وإذا خفت 5 سنوات فالجرائم هذه كل معناها 5 ولا 6 جرائم ينجم يوصل 50 سنة. فلا وجود يعني أستاذ رواني بين العقاب وبين الجرم. أستاذنا يعني على كل تدوينة ثم 5 سنوات المسألة، وكان جرائم شيك يعني. إذا ما شكلت التدوينة، إذا ما جاء بالتدوينات مجمل الثلاث تدوينات، إذا ما جاء نسبة أمور غير حقيقية لموظف، وإذا شكل تشويها لسمعته، وإذا أشاع أخبارا زائفة، وإذا أنتج معلومة خاطئة، وإذا روج أو نشر أو أرسل أو أعد خبرا، كل هذه يمكن أن تعتبر كل من هذه الأفعال جريمة مستقلة وعقابا مستقلا، فيمكن أن يصل العقاب إلى 10 سنين بكل بساطة. لذلك نقول أن العقاب في هذا المرسوم غير متناسب مع الأفعال على الإطلاق.
نعم هذا بالفعل أمر جلل أستاذ رواني. كما قلت ننبه، احنا ما حاشناش بشبابنا ندخل الحبوسات، نحتاج شبابا واعيا يصر على حقه في التعبير عن رأيه، ولكن على الأقل يلزم يكتب كيفاش يتعلم يتدرب كيف يعبر، حتى لا يكون عرضة لمثل الأحكام هذه. كل تدوينة قد تحملك 5 سنوات لا قدر الله. المسألة خطيرة، وفي نفس الوقت إلى أي حد أستاذ رواني وأنت المحامي والناشط الحقوقي هذه الأحكام تتواءم مع الدستور، حتى الدستور سعيد نفسه. أنا كنت أقول منذ قليل أنها تخالف وتناقض المبادئ الكبرى التي أتى بها دستور قيس سعيد نفسه. فالفصل 55 من دستور 2022 معناه ينص حرفيا، أو مش نقرأ لك نص الفصل لأنه مهم جدا، الفصل 55 يمنع إصدار مثل هذه العقوبات الخطيرة والخطيرة جدا، والتي فعلا يمكن أن تكون عائقا حقيقيا أمام حرية التعبير. الفصل 55 إيش يقول سي حسين؟ يقول لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو إلى آخره. نعم. ويجي في الأخر يقول ويجب أن تكون مبررة بأهدافها متلائمة مع دواعيها. يجب أن تكون متلائمة مع دواعيها، هذا هو التلائم ومبدأ الملائمة. مش ممكن المس ووضع قيود على الحرية إلا إذا كان ثم تلائم مع دواعي ذلك، يعني أن يكون العقاب متلائما مع الجرم المرتكب. كما قلت منذ قليل، فليس من المعقول مثلا أن نضع عقوبة مثل الذي وردت في الفقرة 2 من الفصل 91 مجلة عقوبات العسكرية المتعلقة بإفشاء الأسرار العسكرية، والتي لا تتجاوز عقوبتها العامين، أقصى العقاب عامين، بينما معناها تسيء إلى شخص مهما كانت هذه الإساءة. نعم. عبر وسائل التواصل يمكن أن تصل العقوبة إلى 10 سنوات. هذا إيش معناها؟ يجب أن تكون متلائمة، وهذا المرسوم العقوبات اللي فيه غير متلائمة مع الأفعال. ونذكر مرة أخرى لأنه برشا تساؤلات واستفسارات للسادة المشاهدين، ونحن نحييهم في المباشر، و يقولون هل أنه هو عسكري باش تحاكم محكمة عسكرية؟ يقول لا، راهو لا عسكري ولا هم يحزنون، هو مواطن بطال أعزب أحيل على معنى المرسوم 54، ولكن في الأثناء في تدويناته فهم منه أنه يمس العسكري، هو يحكي على البلاد وصندوق النقد الدولي، فبالتالي أحيل على المؤسسة العسكرية، إذن ما عنده حتى علاقة بالعسكري نصر الدين أحليمي، ولكن وجد نفسه سجين 7 سنوات بمقتضى المحكمة العسكرية. خليك معنا أستاذ رواني، واسمحوا لنا نرحب بضيف مباشر بزميلنا الصحفي والإعلامي زياد الهاني. مساء النور، صح شريبتك. مساء النور، صح شريبتكم، ورمضانكم مبروك، وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. إن شاء الله، والحمد لله على سلامتك. 4 قضايا تهم إرهابية كبيرة، احنا كنا نقرأ في المباشر يخاف جمهورنا، تدونتها صحافي زميل إعلامي في خاتم بحث، 4 تهم إرهابية سي زياد. والله سلسلة الفضائح القضائية يبدو أنها لا تريد أن تتوقف في عهد العلو الشاهق. العلو الشاهق في الانحطاط للأسف، وفي سيادة اللاكفاءة، وسيادة اللامعقول. تكوين وتنظيم وفاق إرهابي، إفشاء وتوفير ونشر معلومات، امتناع ولو كان خاضع السر المهني، ربط اتصالات مع عوان دولة أجنبية. يعني نعم سيدي، لو كان الأمر باش نوضحوا السادة المشاهدين إلى أي وضع، إلى أي ساحة وصلنا، تو نحكم عليك حتى زميلتنا شذال مازالت مربوطة الحمد لله خليفة قاسمي قلت لك صراحة، ولكن هاوش تعاني الصحافيين، يعني تهم ما أنزل الله بهم سلطان. لو كانت البحث البداية، أما هذا أستاذ زياد هذا خاتم بحث،
أصل في سد القناة الحقيقي خذا وقته من التروي باش يزور التهم هذه. هو ملاحظة للتدقيق الزميل الشذاب الحاج مبارك حاكم التحقيق أذن بإطلاق صراحة، لكن النيابة العمومية استأنفت القرار بتاعه ودارت الالتهاب، نقضت قرار الصراع وهي موجودة في السجن وعندها جلسة إن شاء الله نهار الجمعة في محكمة التعقيب. نتمنى أنه الجلسة هذه تمكن من رفع المظلمة المسلطة عليها وإنصافها وإطلاق صراحة هي بيدها من المهزلة اللي هي محالة من أجلها. نعم، والنقابة الصحفية التونسية اليوم أصدرت بلاغ سنقرأه بعد خير. خلينا نستعرف في ملفك جزء يتعلق بك لأنه مسألة خطيرة سي زياد، مش أربعة تهم كبيرة إرهابية. شو خلفية التهم هذه باش نوضح للسادة المشاهدين؟ أنا نحب باش نسجل عندكم شهادة للتاريخ خاطر مانيش عارف غدوة شنو اللي باش يكون فيه. إن شاء الله ربي يحفظك إن شاء الله وكل دعمنا تعيش. لكم زياد تعيش. دار في شبكات التواصل الاجتماعي شريط متاع فيديو أو فيه تسجيل، التسجيل هذا فيه حوار يفترض ضد الحوار هذا ما بين الزميلة الصحفية شهرزاد عكاشة والدكتور منظر نونيسي رئيس حركة النهضة بالنيابة. كما تفرض الواجبات متاع المهنة اتصلت أول شيء بالزميلة شهرزاد للتأكد منها من فحوى التسجيل هذا ورسلته إليها، فأكدت الشريط وما جاء فيه من محتوى، ومباشرة للتقاطع في المعلومة والتأكد منها اتصلت بالدكتور منظر نونيسي وسألته عن موقفه من التسجيل في ابني هذا. نعم. فنفى واتفقنا أنه باش نلتقي في اليوم الموالي على أساس أنه باش يعطيني تفاصيل أكثر الموضوع اللي هو كان مدوخه في الوقت هذاك، وبالفعل تقابلنا في اليوم الموالي وأعطاني وجهة النظر بتاعه اللي مثا فيها دفي معناها كامل ما تم تداوله، والمشكلة اللي هو كان تبدأ خطه يقول لي أنه راه جزء كبير من الكلام اللي في التسجيل راه صحيح ما هوش في غلط، لكن اللي مدوخني تبى كلام متقال وهو بصوتي أنا وأنا ما قلتوش، وقال لي المشكلة أنه صوتي أنا مش أي واحد آخر يتعرف علي، قال لي أنا بيدي هذاك صوتي وذكر وأنا اللي مهبلني. نعم. وحكى لي كيفاش أنه ثم مشاكل فهمتي داخلية فني في الحركة وأنه تهديدات تلقاها إلى آخره. جيت مباشرة بعد الدقات في الإذاعة لما تطرح الموضوع فهمتي هذا، ونقلت بكل أمانة قلت هذا اللي اتصلت بالزميل شهرزاد عكاش راهي أكدت ما جاء في التسجيل، اتصلت بالدكتور منذر المنيسي راهو نفى. في اليوم الموالي نتلقى استدعاء للبطول في الحرس الوطني أمام الوحدة بتاع مكافحة الإرهاب كشاهد. طبعا انا اعتبرت انه من الطبيعي جدا مشيت حتى ما زيدش حتى اي احد الساده المحامين معايا، و باعتبار من الطبيعي انه مشيت لوني على تصريح في موضوع لي ما هو شيء موضوع لي يعتبر كثير فيما تم النقل فهمتني عنه. سمعوني بشكل فهمتني عادي شو اللي قلت في الـ في الـ في الكلام هذاك. من بعد سألوني سؤال قالوا لي أنت عندكش ملفات بتاع قضايا جارية، وقلت لهم هي عندي، قالوا لي وتش تعمل بهم الملفات في هذوما، قلت لهم أنا مهنتي كصحافي أني نعطي معلومة دقيقة للرأي العام، أنا مانيش قاعد في قهوة مش نبدأ نهز وننفض همتي ونجيب من عندي، لا صلب عملك الصحفي. نعم الإعلامي هو فيه مسؤولية وبالتالي يجب أن ندقق ونتأكد من كل معلومة أني مش أقولها، وأنا اللي بطبيعتي ما نخدم إلا بالوثائق، لكن راني ما ننشر حتى وثيقة توصلني وما نقوم بتوزيع حتى وثيقة اللي هي توصلني. جاء وراوني قالوا لي شهرزاد عكاشة بعثت لك حاجة، قلت لهم أنا راني ما نتحدثش على المصادر متاعي والقانون المرسوم 115 راهو يحميني. نعم. ويمنع أنه محاولة كشف على مصادري. وراوا لي على شاشة الحاسوب مراسلة من الزميلة شهرزاد عكاشة المجموعة من الأشخاص
فيهم الملف نتاع وليد البلطي، منهم الدكتور بدر اللوليسي، منهم اشخاص اخرين بما فيهم بعض المحامين ذوي التوجهات اليساريه. قالوا لي هل الملف هذا وصلك ولا لا؟ قلت لهم انا راني ما نقولش على المصادر بتاعي. قالوا لي هاي داه اللي بعثت لي. قلت لهم انا راني ما نقولش على المصادر بتاعي، والقانون راهو يحميني. قالوا باهي الله يبارك، تم ختم المحضر، صححته، قالوا لي تفضل اروح هذا وتجي سياره توصلك للباب، لانه نعم. الحجز الوطني يجذب معناها الا سياره داخل برشا، نعم تنزلك وسياره ترجعك. قعدت نستنى. بعد حوالي نصف ساعه تقريبا جاوني قالوا لي سي زياد بالله سمحنا نحبوا نستوضحوا منك نقطه. قلت لهم الله يبارك حاضر. عاودت رجعت معاهم. قالوا لي راهو السيد وكيل الجمهوريه راهو طلب ان باش نحجزوا التليفون بتاعك باش نطلعوا عليه، مستعد تعطينا التليفون؟ قلت لهم حاضر التليفون نعطيه لكم. قالوا لي هاتوا. قلت لهم لا. قالوا لي ما قلت تعطينا التليفون؟ قلت لهم لا، التليفون اللي راني ما نعطيه كان طبقا للاجراءات اللي نص عليها المرسوم 115 الفقره الثالثه من الفصل 11 تنص بشكل واضح انه لا يمكن اخذ الجهاز الهاتف ولا الحاسوب بتاع الصحفي للاطلاع على ما فيه من معلومات الا باذن القضائي معلل من القاضي العدلي، وبان تكون تلك هي الطريقه الوحيده الممكنه للحصول على معلومات من شأنها وقف سلسلة من الجرائم الخطيرة الجارية أو منع حدوث. تفضلوا. قلت لهم أعطيوني القرار هذايا وأنا حاضر والتليفون هو على ذمتكم. قالوا لي هاي زميلتك فلانة كانت تبحث قبلك هنا. قلت لها أعطينا التليفون مدته لنا. قلت لهم هي ما تتلابش لأني ربما ما تعرفش القانون. أما قلت لهم المرسوم هذاك راني أنا واحد من الناس من اللي كتبوه، فما نجمش نتجاهل ضمانه اللي انا بين حطيتها للصحفيين. نعم. وقت اللي الامر يتعلق فيني بيا انا شخصيا. قالوا لي باهي يخليوني نستنى من نصف النهار حتى الستة تاع العشيه. الستة تاع العشيه قالوا لي تفضل سي زياد، هاو جانا الاذن من السيد مساعد وكيل الجمهوريه من النيابه العموميه، وراهو باش تعطينا التليفون وراهو حول لك وضعيتك من شاهد الى شنو؟ الى متهم. ورغم اللي التعليل نتاعو كان ضعيف ولا يستقيم، ما هو نعم. التعليل اصلا، لكن مع ذلك فكرت كالتالي، قلت تو هو كيحولني الى متهم واضح جدا، باش انا اذا كان رفضت التعليل نتاعو هو باش ياذن بايقافي، ولما يوقفني باش يستبيح فيا كل شيء، باش يفتشني، باش يهز التليفون، ممكن يمشي حتى لداري الى اخره. قلت له باهي داكوردو. صححت على القرار هذاك وقلت بعد طولك الطعن فيه ما هوش نعم. في هارب وتقع زاد المحاسب عليه، مش فقط الطعن، خاطر ما هيش مسيبه والاعتداء على حقوق الناس اللي مثاله وعلى وجه الخصوص الصحفيين. نعم. سلمتهم التليفون، خلاوني بحال صراح، ومن بعد رجعت لها تسطير هزيت التليفون بتاعي ومشيت على روحي. من بعد يجيني استدعانا، تصورت انه السيد حاكم التحقيق ماكم شفتوا التليفون وما طلع فيه حد شيء، ماكم سلمتوني من الاول معناها باعتبار سكرتوا الدوس معناها وفات الحكايه. فنلقى يجيني استدعاء من السيد حاكم التحقيق بقطب الارهاب. استغربت من الاول لكن مشيت له. مشيت مرفوق بالاساتذه العياشي الهماني، الاستاذه دليله مصدق، الاستاذه اسلام حمزه، الاستاذ سمير ديلو، والأستاذ منذر الشارني عن النقابة الوطنية الصحفي التونسي. الاستقبال بتاعه كان في غاية اللياقة، وتعامله معايا كان في غاية التهذيب والاحترام، وأنا راني كل حد نعطيه حقه، وطريقة الأسئلة بتاعه وخاصة الحرج اللي كان يبدو فهمتني عليه أحيانا خلاني نحس أنه كأنه الراجل حاسس بالتفاهة وفي نفس الوقت الفظاعة بتاع التهم اللي أنا محال عليه في النكاء. نعم. كإرهابي. فتصورت أنه الموضوع مش يغلق في مستوى حفظ التهم في حقك. نعم. اسألني سؤال. قال لي بالنسبة للمسألة بتاع التهديد اللي جاء الدكتور منذر اللوليسي شبيك ما خبرتش السلطات المعنية؟ قلت له لا سامحني أنا راني مانيش مخبر،
انا راني صحافي وانا المعلومه اللي عندي راني نتوجه بها للراي العام في وسيله الاعلام متاعي، وهذا ما قمت به. انا ما جحدتهاش المعلومه، انا ما حجزتهاش، ما خبيتهاش المعلومه، انا علمت بها الراي العام وقمت بواجبي. في لبان في لبان برا تعدى في انتباه القيس، المحامين حتى قالوا له كيفاش، خاطر القيس معناها مش يقع رسميا تصنيفي كارهابي. قال لهم لا استاذ، لما تعرفوا انتم الاجراءات وكذا. قالوا لي بالغ على هذيك الاجراءات. مشيت يا سيدي تلقاسوني وكذا، وتم تصنيفي ضمن الخانه بتاع الارهابيين، ما عليناش. وكنت متوقع خير بصراحه باللي شفته من المعامله بتاعه هو من النقاش. سبق الخير تلقى الخير سي زيد، وقعت سبق الخير تلقى الخير. وعبد الخالق المخداد قال سبق الخير ما توكلش في التوس. لا حول. حد يوم واحد قبل جاني استدعاء، فكتبت في الاستدعاء هذاك، كتبت انا راهو جاني في الاستدعاء وانا ماشي راني متوقع فيه كل خير، وقلت كل ما هو طيب توسمته في السيد حاكم التحقيق. انا قلت انا نستبعد انه حسب ما ريت منه انه يكون من النوع اللي باش يمشي بالتعليمات، او من النوع اللي بايع فهمتني ذمته، او من النوع اللي باش يبيع الشرف بتاعه، يا اما خوفا من عقوبه كيما العقوبات المسلطه على القضاه النزهاء اللي يرفضوا التعليمات، او طبعا في مرزب او جهه فهمتني وكذا. قلت انا كل هذا رايي فيه في الظاهر والله اعلم بالسرائر. لكن قبل يوم من مشيادي للتحقيق اتصل بي احد الاصدقاء من القانونيين ونبهني، قال لي لا ارد بالك، راهو الشخص المتهم وقت اللي عيط له حاكم التحقيق لاعلامه بنتيجه ختم التحقيق، راهو يعدي انه سيحيله كمتهم على دائره الاتهام. بيني وبينك خاطر مانيش حاب نقبلها الفكره هذه، قلت باهي، لكن نبقى ديما بيني وبين داخلي يقول لا، لعل ثم غلطة، لعل ثم كذا، لعل ثم في غيره، الله أعلم. مشيت استقبلني السيد كاتب حاكم التحقيق، قال لي اطلعت أنت على قرار خط التحقيق؟ قلت له لا ما اطلعتش، أما راني مأمل كل الخير إن شاء الله. جبد بدل الوريقة، قال لي لا راه تفضل هيك أقرأ. أقريت يا أخي وفوجئت بالكارثة اللي حطوني في استفاها. تكوين وتنظيم وثائق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة إعلام لفئات تنظيم وثائق إرهابي ولفئات أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها، والتستر عليها والاستفادة منها، وعدم إيقاف مرتكبها. ويزيدني، وهذه اللي هي معناها والامتناع ساعتين ولو كان خاضعا للسر المهدي عن اشعار سلطة ذات النظر حالا بما امكن له الاطلاع عليه من افعال مبرره لمعلومات وارشادات حول ارتكاب احدى الجرائم الارهابيه وحين ارتكابها، السيد يحب نولي صحافي مخبر، نولي نمشي اقود معناها تدي باي شيء اللي يجيني، وفي عوض اقوم بالواجب بتاعي كصحافي. وخاتمها كان حنظل وعجيب وغريب، يحط لي وربط اتصالات مع اعوان دوله اجنبيه بغرض الاضرار بحاله البلاد التونسيه من الناحيه الدبلوماسيه. بتشوف قله الاحياء وين توصل. علاش؟ اولا انا في وضع صحي، انا ملازم لبيتي 24 ل 24، ما نغادروا الا في حالات نادرة، ولأسباب بعدها اللي هي مؤكدة. نعم. كانت وقت اللي عندي الإذاعة نمشي في الصباح بكري ونروح بكري نكمل نشد الدار، الإذاعة بداوا ينقصوا لي من اللي كنت جمعة كاملة، حتى اللي ردوني حلقة بركة لين فرخر فهمتي، قالوا لي في لبان، قلت لهم فدي بالسلامة، وبعدها شد الدويرة بتاعي. لا نعرف سفارة ولا دبلوماسيين اجانب ولا اعوان اجانب ولا حتى اجانب ولا عندي بهم علاقه لا في الداخل لا في الخارج. الجهه الوحيده اللي فيها اجانب هي منتدى الاعلاميين الافارقه، اللي هو منظمه اعلاميه قاريه تضم كبار الرموز وكبار الصحفيين ورؤساء التحرير ومديري
التحرير في وسائل الإعلام الإفريقية لمقرها في جنوب إفريقيا، واللي أنا عندي مسؤولية نعم بتحملها، والتواصل بيناتنا يتم عن طريق الهاتف. يعدي لي شنو حضر جنابه، شوفوا قلة الإحياء وين توصل، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية بغرض الإضرار بحالة البلاد الدبلوماسية من الناحية دبلوماسي. نعم الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية. ألا يستحون؟ ألا يستحون إلى هذه الدرجة تبلغ بهم الوقاحة وقلة الإحياء؟ ألا يستحون؟ كل نحب الدعم نعلم السيد هذا زيوف وغيره، نحب نعلم السيد هذا وغيره واللي أكبر منه، اللي مش يعطوني دروس في الوطنية وفي الإيمان بالبلاد هذه وفي الدفاع عليها. نحب نعلمهم اللي أنا عندي شرف أني ضابط احتياط في جيشنا الوطني، وأني أقسمت يمين الولاء للدولة هذه والبلاد هذه. وهم نسألهم ونقول لهم وأنتم؟ وأنتم؟ الجيش عديتوه بالفلوس ولا هربتوا منه؟ والله ما أقل حيائكم. كل الدعم زيادة. وأنت الآن اختمت البحث، لست حال. نسيت معلومة ما قلتها لك. نعم، فيما يتعلق بالاستناد بتاع قرار الاتهام، تعرف انتم كل متهم لما تدينوا حاكم التحقيق من حقه ان يستأنف قرار الادانه لدى دائره ده الاتهام. الاتهام. سجلت لهم نقطتين، سجلت حاجتين. الحاجه الاولانيه، عندما امضيت على الاعلام هذايا بطريقه البحث، قلت لهم انا صحفي ولست ارهابيا، انا صحفي ولست ارهابيا، انا صحفي ولست ارهابيا. وفيما يتعلق بالاستئناف، خاطر هو كان محطوط في الورقه وطلب الاستئناف، قلت له لا، بل ارفض استئناف هذا القرار السياسي الظالم والمزحف في حقي. كل الدعم وانا اقول والاسناد زياد. نعم، اللي هو فيه اعتداء فاحش على القانون ممن لا يستحون. وقل لهم حاجه اخرى، اذا كان انتم متصورين انكم باش ترهبوني وانكم باش تسكروني باش عليها تسكتوني، انا اقول لكم راكم واهمين. وحد هالموت حين يحيد الاجل هي اللي قادره باش تسكرني، خلاف ذلك باش نبقى نردد وبكل قوه. يسقط الانقلاب وتحيا الجمهورية، ولا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها، نموت ونحيا على عهدها حياة الكرام وموت العظام. كل الدعم والإسناد زميلنا زياد الهاني. الصحافة ليست جريمة، عار عار أنه صحفي لتصريح صحفي. أربعة تهم هذه كبير الإرهابيين ربما لا يتوجه له هذا التهم. كل الدعم، كل الإسناد، أمس والبارح، البارح واليوم وغدوة زياد، ولكل الصحفيين الأحرار. وشكرا جزيلا زياد، حتى يعرف التوانسة إلى أي مستوى وصل بنا الأمر. كل الدعم لزميلتنا شذا، إن شاء الله ربي يفرج كربها. قلنا نقابة الصحفيين أصدرت بلاغ اليوم 13 مارس، أطلقوا صراحة الصحفي شذا الحاج مبارك. شكرا زياد لهاني، مشكور جدا، وكل الدعم. يبقى منبر الزيتون مفتوح لكم ولكل الصحفيين الأحرار. أطلقوا. نعم زياد، قلت لك أطلقوا مش أطلقوا. نعم، أطلقوا صراحة الصحفية شذا الحاج مبارك. نعم. نعم، شكرا جزيلا زياد لهاني. نعم، كل الدعم والإسناد لكل الصحفيين. احنا كنا نناقشوا في موضوع الأمر 54 سي أستاذ عمر رواني. أنا صحافي كتشوف من شيوخ المهنة الصحفية كيف قاده تصريح إعلامي إلى كذا تهم خطيرة. نرجع معاك وفي انتظار نحاول اتصال بشقيق نصر الدين حليمي، سيد حاتم العليمي، حاتم حليمي من عند راهم، خلي يعطينا أكثر معطيات حول ظروف اعتقاله. نرجعك سي عمر،
الرواني. خلينا نزيد فقط المعلومات فقط على زميلتنا الصحفية شهد الحاج مبارك لأنها عندها جلسة. نذكر أنه زملاء الصحفيين وكل الإعلاميين والرأي العام أنه محكمة التعقيب تونس تنظر يوم الجمعة، احنا اليوم شنو هو؟ يوم الأربعاء بعد غدوة الجمعة 15 مارس الجاري في طعن الزميلة شهد الحاج مبارك في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الذي نقض قرار ختم البحث بعد حفظه التهمة في شأنها. فرحت ختموا البحث وخلوها في حال سرح. بعلك للأسف الشديد دارت الاتهام هي نقطة القرار خطب بحث. تم إيداع الزميل شهد الحاج مبارك سجل مدني المساعدين بسوسة بسرعة غير طبيعية وغير مفهومة. في ذات اليوم تم تنفيذ القرار وكأن في الأمر خطورة، يعني أمر صحافي مستعجل، عبارة إرهابي طول ومرأة. هذه المرأة ما بالعهد من قدمة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، هذه صحافية، رأي صحافية عملت حد شيء في صلب عملها الصحفي، هنا تجد نفسها مسجونة. ففي ذات اليوم تم تنفيذ القرار وكأن في الأمر خطورة شديدة أو لضمان تنفيذ عقاب أو تيسير استكمال الأبحاث. تواجه الزميلة شهد الحاج مبارك تهمة خطيرة وعقابا شديدة بالرغم من أن الأفعال المنسوب إليها غير مؤسسة على ما له أصل، بل إن ما قامت به الزميلة لا يتجاوز المراجعة والتدقيق اللغويين. يخدم الصحفيين هي الدقق في المنشورات، ولكن تم تحميلها هالتهم الكبيرة ولم يقم دليل على كتابتها أو إنتاجها لأي محتوى يجعله في دائرة الشبهة، وهو ما جعل السيد خالد التحقيق الذي تعهد بالقضية في الأول يبقي عليها بحالة صراح ويحفظ التهم في حقها، غير أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة نقضت ذلك القرار بل أصدرت في شأنها الإجراء الذي أودعها بالسجن. اليوم بالإضافة لذلك تتعرض الزميلة شهد الحاج مبارك لمشاكل صحية عديدة نتيجة ظروف إقامتها بالسجن المدني بالسعدين وطول الإجراءات، والحال أن بقائها بحال صراح بقائها في انتظار إعداد ملف الفصل فيه في الأصل كان أسلم ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة المنصوص عليها بالدستور التونسي. وبناء عليه تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعمها ودفاعها عن الزميل شهد الحاج مبارك، وتدعو المراسيم وتدعو إلى إطلاق سراحها وإنهاء التعسف في تتبعها بمقتضى قوانين جائرة في حق المهنة وعلى غير معنى المراسيم المنظمة للقطاع الصحفي، وتعتبر أن سجنها مظلمة يجب تصحيحها، وتدعو النقابة عموم الصحفيين والصحفيات ووسائل الإعلام لحضور ندوة صحفية تعقدها غدوة الخميس. نذكركم إذا سادة المشاهدين نقابة الصحفيين غدوة 14 مارس بمقرها بدان الساعة 11 صباحا مشتعقد هيئة دفاع الزميلة وعائلتها لتسليط الضوء على ثورة الملف. هذا بلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حتى تعرفوا ويطلع الرأي العام على حقيقة ما آل إليه الوضع الحرية في البلاد ووضع الصحفيين على وجه الخصوص. صحفية سجينة وشيخ من شيوخ المهنة، كتشوفوا أربعة تهم بينها ربط اتصالات مع عوان دولة أجنبية، امتناع ولو كان خاضع السر المهنة عن شعار السلطة، إفشاء وتوفير نشر معلومات مباشرة بواسطة أي وسيلة كانت في أيدي تنظيم وفق إرهابي، يعني تهم وتكوين وتنظيم وفق إرهابي. هذه التهم اللي كان يعرض فيها زميلنا زياد الهاني. نرجع لك أستاذ رواني في انتظار التحق بنا شقيق نصر الدين حليمي، مش مدون كما قلت لكم، خلنا نذكر سيد المشاهدين راه عنده حساب فيسبوكي مش صفحات فيسبوكي، ولا يدير لا صفحة ولا صفحات، مستواه تسعة أساسي، آمن بالحرية. تصور فعلا أنه ذلك الخطاب في الحملة الانتخابية أن العصفور الذي غادر القفص لا يمكن يعود إليه للأسف الشديد، خذاته الحمية أنت الحرية ودون فإذا به سجين 7 سنوات. خليني أستاذ رواني نفسح المجال للسيد حاتم حليمي شقيق نصر الدين. سيد حاتم مساء النور، أهلا وسهلا بك. مساء الخير، مساء الخير كافة المستمعين، ومرحبا بك خويا الغالي. مرحبا بك وبعائلتك وكل خيالنا ومشاهدينا في عند راهم وفي الشمال الغربي في طبرقة وفي كل عند في جندوبة. أعطينا كيفاش تم إيقاف أو اختطاف شقيقك نصر الدين حليمي قبل عام ونص سيد حاتم؟ بالنسبة لنصر الدين خليني نبدأ لك من الأول بمقدمة صغيرة تهمه. نصر الدين شاب بالغ من العمر 42 سنة، مستواه الدراسي كما سبق وأنه ذكر الأستاذ عمر الرواني المنوب متاعه، فهمتني، هو شخص
عام شخص عادي كيف وكيف أي شاب تونسي عاطل على العمل، شاب حالم يحلم أنه فقط يتحصل على عمل لا أكثر لا أقل، فهمتني؟ نعم. عمره 42 سنة بدون عمل، فهمتني؟ له سياسي، له مدون، له حقوقي، له صحفي، له يتمتع يعني بمستوى مرموق، فهمتني؟ نعم. هو فقط شخص عادي يمتلك حساب فيسبوك كيف أي مواطن تونسي، سعى فقط أنه معناتها يعبر على بعض الآراء، فهمتني؟ لأنه هو يعني عاش فترة الثورة يعني من كيف وكيف أي شاب يعني حب فقط يتمتع بالحرية وإلا أنه ينخرط في الحياة العامة لا أكثر لا أقل، هذا هو. جميل. بالنسبة لسؤالك خويا الكريم، بالنسبة للإيقاف الأول اللي تعرض له نصر الدين كان كيف كيف لنفس السبب اللي هو تدوينات على الفيسبوك، فهمتني؟ يعني لا عنده حتى شيء آخر بخلاف هذا، فقط كان معناتها ينشر في حاجات على الفيسبوك وإلا يشاركها وهذا هو. نعم. لا انضم لا العمل الإرهابي لا الجمعية الإرهابية لا تجاوز حدود، هو فقط ينتقل ربما من صفحة إلى صفحة باش يفهموا الناس، خاطر يسمع 7 سنوات في سجن محكمة عسكرية ربما الناس تقول لك لعل يدور في صفحات، مواطن يكتب في تدوينات وينشر فقط. أنا طلعت على بعضهم يدعو إلى حماية اسم من صندوق النقد الدولي وآثار وكلام عام، يعني ربما لمستواه هو فقط يعبر على نعم. رأيه لكن بمستوى معين، فهمتني؟ نعم. لأنه يعني ما يتمتعش بمستوى ثقافي وإلا مستوى يخوله أنه يكون عنده حنكة، فهمتني؟ في الصياغة نعم. هو فقط يعني يتمتع بمستوى متواضع نعم متواضع بسيط، عد سعى من خلاله أنه يكون معناتها كناشط مدني في المجتمع يعبر على رأيه نعم. يعبر على رأيه بالضبط، هذا هو. ربي يفرج كربه. هو 7 سنوات في محكمة عسكرية، أكيد مجالهم مجال الاستئناف، وتنظروا مع الأستاذ رواني كل الدعم لكم سيد حاتم، ومن خلالكم كل مشاهدينا ومتابعينا في الجهات ودواخل البلاد، مهم أنه ينتبه الواحد في التدوين، ما يسلمش في حقه في التعبير، ولكن حتى لا يكون عرضة. وهكذا تعرفوا لا نشطاء سياسيين. سي حاتم زلت معنا أنت؟ سي حاتم؟ نعم. فقط ربما سؤال سادة المشاهدين يسألوا، مش مترشح للانتخابات الرئاسية؟ لا مستحيل، هو أصلا ما عندوش المقومات الكافية باش يتقلد أي منصب سياسي، هو فقط شاب يحب يكون مؤثر، يحب يكون ناشط في المجتمع، يحب يتكلم على جهة من الجهات تفتقر نعم. مثلا لضروريات الحياة كالماء كالتيار الكهربائي، هذا هو لا أكثر لا أقل، يحب يفيد جهته لا أكثر لا أقل، يحب معناتها ينشط، لا هذا هو لما فيه خير الصالح العام. فقط سألتك مترشح الرئاسية لأنه في الأيام هذه ليسمع واحد مترشح يغشموه قالك ب7 ب8 ب10 بختم بحث نور. لا عمره ما تقلد منصب سياسي مهما كان، حتى من أدنى المناصب إلى أعلاها، يعني هو لا بالحق عمدة لا معتمد. إن شاء الله ربي يفرج عليه. هو مش متزوج؟ لا غير متزوج، 42 سنة وللعلم بطال عاطل على العمل، يحلم فقط أنه يتحصل على عمل كيف وكيف فئة أخرى من الشباب التونسي. نعم. حق دستوري كما قالك هو باش تطمني مش مترشح رئاسة، هو عائلة توم إن شاء الله ربي يسهله باش يولي رئيس عائلة. شكرا جزيلا سيد حاتم، التحية لعائلتك ونداء لكل المنظمات الحقوقية، وعلمنا أنه جمعية ضحايا التعذيب بجنيف خذت الملف على عاتقها، ودعوة لكل التطوات الإعلامية وكل النشطاء الحقوقيين ومنظمات حقوقية أن تأخذ بيد هذا الشاب. هذا الشاب 42 سنة كما قالك مازال بطال مش معرس، مجرد تعبير يلقى روحه 7 سنوات حتى تأخذ بيده وتدافع عن حقه في الحرية. شكرا جزيلا حاتم. سي عمر، حتى نختم معكم من خلال ما سردنا وسرد زميلنا زياد الهاني، تهم الوضع خطير، يعني كما قلت أنت على خلاف ما يدعو له دستور حتى قيس سعيد
في واد واهي المرسوم 54 كيرت هذا في واد. والله ماذا بيا نرجع للمرسوم هذا لخاطر نعم لك الكلمة. لأنه نصر الدين في الحقيقة سبب العقوبة القاسية هو المرسوم هذا. حبيت نرجع إلى مدى دستورية هذا المرسوم بالنظر إلى معناه الدستور 2022 نفسه. فمن حيث الشكلية، من الناحية الشكلية، هذا المرسوم في مطلع هذا المرسوم يستند إلى الدستور بطبيعة الحال دستور 2022. نعم. ما يستند أيضا للأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 2021 الذي المنظم مؤقتا للسلطة العمومية. ففي الحقيقة غير معقول أن يتم الاستناد إلى نصين دستوريين، الدستور والمرسوم والأمر الرئاسي في نفس الوقت، لأنه بمجرد صدور الدستور كان من المفروض أن يستند هذا المرسوم إلى الدستور وحده، ولكنه لم يستند إلى الدستور وحده لأن نصوص الدستور لا تسمح على الإطلاق بإصدار مراسيم. نعم. لأن المراسيم محددة في معناها حالتين فقط، وهي حالة عطلة مجلس النواب وحالة تفويض مجلس النواب لرئيس الدولة في إصدار مراسيم، فلا يمكن إصدار مرسوم دون هاتين الحالتين. لذلك وقع الالتجاء إلى الأمر الرئاسي المنظم للسلطة العمومية. ولكن في هذا الأمر الرئاسي في الحقيقة ورد فيه معناها حد إلى إصدار مراسيم حد من الحرية، جاء في الفقرة الثانية من الفصل 4 من هذا من الأمر الرئاسي المنظم وصلت أنه لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية. لا يجوز سن المراسيم التي تمس من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية والوطنية الوطنية والدولية، بمعنى أنه إذا كان ثم عن أمر ينظم الصحافة كما المرسوم 115 فلا يمكن سن مرسوم يناقض هذا الأمر وينسفه نصفا كليا. فالمرسوم 117 فالأمر الرئاسي عدد 117 الذي استند إليه المرسوم عدد 54 يمنع مثل هذه المراسيم التي تمس بالحرية المضمونة بالقوانين الوطنية، ومنها مثلا المرسوم عدد 115. لذلك فإن المرسوم هذا نجده ملقى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا استطاع أن يكون مستندا بكل سلامة إلى الدستور الجديد دستور 22. نعم. ولا استطاع أيضا أن يجد له مكانا انطلاقا من الأمر الرئاسي عدد 117. لذلك لا يمكن لهذا المرسوم أن يكون مجلا للتطبيق. الفصل 55 نفسه يجعل أو يحمل السلطة القضائية مهمة حماية هذه العقوبة. جاء في الفصل 55 من الدستور في الفقرة الأخيرة لا يجوز لديه تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور، وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. نعم. لذلك طلبنا من هيئة المحكمة العسكرية أن تتخلى عن هذا الدستور وألا تطبقه، وأن تحترم هرمية القوانين، وأن تحترم القاعدة الدستورية القائلة بأن القوانين أدنى مرتبة من المعاهدات وهي أدنى مرتبة من الدستور، وإذا تناقضت وتعارضت مع نصوص فوجب استبعادها وتغييب الدستور عليها وتخليف الاتفاقات الدولية التي تنسجم
مع النص الدستوري. نعم، هو حتى نخدم معكم. نحن في الحقيقة قمنا باستئناف هذا الحكم القاسي 4 سنوات، وننتظر إن شاء الله أملا في الاستئناف أن تقع مراجعة هذا الحكم لمصلحة نصر الدين. والنيابة العمومية أيضا استأنفت في الحقيقة هذا المرسوم، وهي غير راضية على هاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو على فكرة أستاذ رواني حتى نختم معكم، هو برشا متهمون على معنى مرسوم 54، ولكن تم إبقاء عليه في حال صراحة. لماذا ما تمتع نصر الدين بهذا؟ والله فعلا كما عدة حالات وقعت معناها إحالة المتهمين على على هذا المرسوم، على مقتضى هذا المرسوم بحالة صراحة. ربما حاتم مواطن بسيط ما عندوش أحزاب سياسية تسنده، منظمات المجتمع المدني لا تكاد تكون فاعلة، وربما في بعض الأحيان هذه المنظمات معناها تتحيز لهذا الطرف أو ذاك بحسب الانتماء، ويقع الضغط بحسب الانتماء. فحاتم معناها ولد بلة وتخلت عنه المنظمات الحقوقية، وتخلى عنه حتى الذين يتعاطفوا معه تخلوا عنه، فربما لأنه ما هوش موجود في تونس العاصمة، لأنه في جندوبة وفي الكيف، ربما معناها لأنه سياسيا ما هوش من فصيل المحبب. معناها ثم برشا من المتهمين على مقتضى هذا المرسوم بحالة صراحة، ولكن حاتم لم معناها وقع إيقافه لمدة 1.5 عام، ثم حكم عليه ب7 سنوات. إن شاء الله في الاستئناف يكون أفضل. إن شاء الله تكون هذه فرصة ونحن في المباشر. لأنه حتى هذا المرسوم توا معناها حتى أقرب المقربين إلى مناصرة معناها السلطة توا يدعون إلى إعادة النظر في هذا المرسوم. نعم. يقول ثم 10 نواب يقوم بمحاولة لتعديل هذا المرسوم. إذن هذه فرصة أستاذ رواني ونحن مباشر. وليس تعديله. نعم، فرصة لكل المنظمات الحقوقية أنه تهتم بملف نصر الدين حليمي، راه كل ذنبه تدوينة ونشر تدوينات لا أكثر ولا أقل. انتبهوا الحال تقول باب الله كما قالك مستوى 9 أساسي أعزب العازب 42 سنة بطال هكا دون الجروح و7 سنوات سجنا محكمة عسكرية. كل الشكر لك أستاذ رواني على جهدكم وعلى التعريف بهذه المظلمة، ومن خلالك نحيي كل زملائك المحامين داخل البلاد. ونداء في المباشر قناة الزيتونة حصاد 24 مفتوحين لكم، لكل المظالم داخل البلاد تصلوا بنا حيثما كنتم، لا تسكتوا على مظالمكم، عرفوا بالمظالم تاعكم وخيرا يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ رواني المحامي والناشط الحقوقي من الكاف، كان معنا عبر تقنية الواتساب. قبله كان معنا كذلك زميلنا زياد الهاني. نذكر الزملاء الصحفيين غدوة ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن الزميلة شهداء الحاج مبارك وعائلتها، تسليط الضوء بداية غدوة الخميس 14 مارس بمقر نقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بداية من الساعة 11 صباحا. كل الشكر كل الدعم، وكذلك أحلى الأمان لمشاهدينا. ربي يتقبل صيامكم قيامكم وطاعتكم. لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله غدا الخميس بداية من 8:30 مساء بتوقيت تونس. في أمان الله.